السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى من الله عز وجل الفيديو ديال اليوم يلقاكم وانتم بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية يا رب انتم وحبابكم. اليوم ان شاء الله كما كتشاهدوا غادي نقدم معكم واحد الوصفة اللي هي رائعة جدا، سهلة ومكونات بسيطة. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وعلاش لا الا عجبتكم الوصفة بارطاجوها مع الحباب والصحاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واللي مازال ما شاركش في القناة نتمنى منه انه يشارك ويفعل الجرس باش يتوصل بجديد الوصفات، وعلاش لا ما تخليوش شي كومونتير وتضغطوا على زر الاعجاب باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس ويستافدوا. لمالا بسم الله على بركة الله غادي ندوزو دابا باش نديروا الوصفة ديالنا اللي قلت لكم بمكونات معدودة على الاصابع. غادي نحتاجو في الوصفة 300 غرام ديال الدقيق الابيض، ها هما كيما كتشوفوا زلافة عامرة مزيان. غادي نديرو معلقة صغيرة ديال الملح، ساشي ديال خميرة الحلويات اللي فيها 8 غرام، او ما يعادل واحد المعلقة كبيرة عامرة مزيان. وهنايا غادي نحتاجو 200 ملي ديال الحليب او ما يعادل كاس وثلث، يعني حيت الكاس كتكون فيه 150 ملي. غادي نزيد واحد 50 ملي اخرى، المهم في المجموع عندنا 200 ملي باش غادي نجمعو العجينه ديالنا. صافي هنايا غادي نجي نخلطها دغيا دغيا، ما غاديش ندلكها متى حاجه، غير غادي نجمعها بهذا الشكل. راه ما كتاخذ منا حتى 3 دقائق. صافي بهكا غادي نرشها بشي شويه ديال الدقيق باش نجمع دوك الجناب حيت كتلصق هي في اليدين، وغادي ندوز نغطيها ونخليها فوق سطح العمل واحد 10 دقائق فقط، راه دغيا دغيا غير باش ترتاح وتجينا سهله في الدلك ديالها ملي بغيو نسرحوها. وهنايا غادي ناخذ واحد 200 غرام ديال الجبن، اي نوع، انا كنستعمل هذا النوع ديال الخاص بالبيتزا، كيجي هكا كيتجبد والثمن ديالو في متناول الجميع. يعني هذه الكميه اللي عندي هي فقط 10 دراهم. كيتباع ب50 درهم الكيلو، قطعته الى اصابع متساويه بهذا الشكل. يعني راه ممكن تخرجوا يعني كميه اكثر من هذه، يعني كل اسبوع بهذا القياس قسموه على جوج غيعطيكم نتيجه زوينه. هنا درت معلقه ديال الزنجلان اللي هو محمر، ودرت معلقه ديال السانوج كيف كنقولوا ليه اولا الحبه السوداء، وجوج معالق كبار ديال القزبر قطعته رقيق. صافي تتغلف لينا بهذا الشكل. فهاد الاثناء غادي نجيو ناخذوا العجينه ديالنا، غادي نخدموها بالدقيق. صافي غادي نجي نبسطها، راه كتسرح بكل سهوله حيت ديك الخميره كتخليها رطبه وسهله في الدلك. صافي غادي نبسطها بهذا الشكل ونحاولوا نديروها ما تكونش غليظه، السمك ديالها يكون رقيق. انتم غادي نوريكم شحال تقريبا، هانتوما بهذا الشكل. صافي غادي نقطع على دوك الجوانب وغادي نحتفظ بهم بين ما قديت هادو، غادي نزيد نصوب منهم واحد 3 الحبات ولا على حساب شحال غيخرج لينا. غادي نقطعهم القطع متساويه على شكل مستطيلات. صافي غادي نحط عليهم داك الجبن اللي ملبس هكا كما شفتوه بداك الزنجلان والسانوج والربيع. صافي هنا غادي نرش مازال شي شويه ديال داك الربيع والسانوج، هانتوما كيجيو بهذا الشكل. وصدقوني المذاق كيجي واحد المزيج رائع، واحد المذاق ديال الزنجلان وديك السانوج والربيع الداخل مع الجبن، تيجي واعر بزاف. غير جربوهم وكيجيو زوينين ومقرمشين، وكيف ما شفتوا الطريقه ديالهم المكونات ديالهم راه ساهلين ماشي شي حاجه اللي صعيبه.
صافي كنلفهم بهذا الشكل وكنحسدوهم مزيان مزيان باش ما يطرطقوش لينا في القلي وتيخرج داك الفرماج كله كيتشتت. ضروري كما قلت لكم يتسدو مزيان، الا كنتو سرحتهم بالدقيق بزاف دوك الجناب الافضل ديروا لهم شي شويه ديال الماء. انا هنايا راه باقي كيتلصق، ما درتش الدقيق بزاف والحمد لله ما طرطقوش ليا في الطياب. هادشي اللي غنقول لكم، ضروري دوك الجناب ديروا لهم الماء كيف ما قلت لكم وسدوا باش تضمنوا ان داك الفرماج ملي كيدوب ما كيخرجش وكيبقى لداخل. وهنا كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسدهم كاملين وكندوزو مباشره باش نقليوهم. كما قلت لكم ما كياخذوش الوقت بزاف، لا في اختمار لا في العماره ديالهم ساهلين. هنايا درت الزيت حتى سخنات ليا مزيان صافي، وغادي نبداو نديرو دوك لي سيجار ديالنا. وديما نحاولوا نديرو البلاصه اللي ملصقه نديروها من التحت باش ما تحلش. صافي غادي نقليهم عادي على نار اللي هي متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحرقوش لينا وما تكونش ناقصه بزاف، متوسطه. غادي ندورهم للجهتين ونبقى نقلبهم حتى غادي يتحمروا، وغادي نجي نوريكم الشكل ديالهم كيف كيجيو. هانتوما ما كنخليهمش حتى كيتحمروا من جهه وحده، كنبقاو نقلبوهم حتى كيتحمروا كياخذوا لون ذهبي، وراه ما كياخذوش بزاف ديال الوقت في الطياب وتيجيو بهذا الشكل. صدقوني كيجيو زوينين بزاف. بالنسبه للحشوه اللي بغى يدير حشوه اخرى راه ممكن ديروا اي حشوه بغيتوها. غنفتح معاكم باش تشوفوها من الداخل. يا سلام، وكيجيو شاربين الزيت بتاتا، كيجيو ناشفين بحال الا طايبين في الفران. وبهكا كنكونوا ختمنا الوصفه ديالنا، نتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. والى وصفه قادمه في امان الله وحفظه، السلام عليكم.